سوريا بلد رائع بطبيعته الخلابة وآثاره العريقة، يراه من عاش فيه وارتوى من مياهه جنة الله على الأرض. وطن لا يملك المرء إلا أن يعبر عن دهشته تجاه كل ما يمثله هذا الوطن. أنا مارس هواية التصوير من زمان طبعاً، لكن ما كان في عندي أبداً فكرة أني أعمل معرض. هي الصور اللي شايفتيها هي جزء من الصور اللي عندي على مدى سنوات، أنا لقطت هاي الصور. لكن نحن بعد المسيرات اللي كنا نعملها خطر لنا أنه نعمل شيء للبلد غير، يعني أنه حسيت أنه لازم أقدم شيء لبلدي، فاستغليت هوايتي بهالموضوع. الصور متنوعة، بتحكي عن جمال البحر، سحر الجبال، سحر الشام القديمة. يعني نحن عنا سحر ما بينتهي ببلدنا، مو موجود بأي بلد تاني، حبيت أظهره. بنفس الوقت حطيت كم صورة للتخريب اللي ساووه أصحاب الحرية كما يدعون طبعاً، حتى يقارنوا أنه بين وين كنا وين صرنا نحن. هذا كان هدفي وبتمنى حقق هدفي، بتمنى الناس اللي عندهم نية تخريب يجوا ويشوفوا جمال بلدهم، يجوا ويشوفوا وين وصلونا، أنه بكفي تخريب. أعبق التاريخ وروعة الحاضر وملامح المستقبل، ذلك ما تلخصه سوريا. بلدنا حلوى بك في تخريب، معرض لصور ضوئية التقطتها عين عشقت وطنها. أنا عجبتني الفكرة، يعني حلوة كتير كتير، ومثل ما بيقولوا سوريا جنة الله على الأرض، فشفت مناظر كتير كتير حلوة عنا بالساحل هون بالشام، وشفت مناظر التخريب اللي عملوها. حرام يعني، عن جد حرام تخرب هالبلد، حرام بلدنا تعبنا لا يعني حتى صارت بهالجمال، حرام نرجع نخربها بإيدينا. بلدنا حلوة، ما بستر إنه نحن نروح نخربها. عجبني بالمعرض الصور اللي فيه، الصور تبع الشام القديمة، صور البحر والطيور. إن شاء الله كل اللي عملوه هيدا الشيء إنه يرجعوا عن رأيهم وما بقى يخربوا بهذا البلد. بلدنا حلوة بكفي تخريب. والأجمل من هيك إنه أجد فكرة هاي من امرأة وليس من رجل، فدلالة إنه مرأة في إلى حنية، في إلى شوق لبلدها وحريصة على أبنائها وعلى الوطن وعلى تراب الوطن. الفنانة ديالا رغم إنها شابة استطاعت أن تعبر في بعض لوحاتها عما هو متعلق بالعنوان بصراحة. وبما أنه المعرض الأول لا نستطيع أن نضع النقاط على الحروف، ولكن لديها موهبة. هي مهد الحضارات الإنسانية، هي لوحة من الفسيفساء امتزجت بين أهلها. هي سوريا التي أرادوا أن يدمروها بحقدهم، لكن أبناءها الأوفياء يحمون بلادهم بأغلى ما يملكون.